الصناعة ونفط لا توجد هناك حدود. نحن دائما نستفيد من كل الخبرات، ونفتخر كذلك في دولة الإمارات وبخاصة في إمارات أبوظبي بأننا نتعامل مع شركاء دوليين هم يعتبر أقطاب الصناعات النفطية، وبالتالي هذه كل الدراسات والأبحاث تصب في مصلحة. نعتبر كذلك نحن منصة أدنوك هي منصة لجلب أفكار جديدة، بمعنى يعني ما هي الأشياء التي تؤدي إلى طرح أفكار جديدة. فتواجد صناع القرار، تواجد العلماء في مجالات الأبحاث، تواجد الطلبة، تواجد الخبرات، هذه كلها نعتبرها صراحة حدث يثري إلى معالجة التحديات الموجودة في صناعة النفط.